أنت من وين بتعرفني؟ كنت بالأوتيل كمان. لا تقلق يا دار، رح ينتهي كل شي، رح ينتهي. بدي أعرف ليش عم تساعدني؟ كيف عرفت إنه أنا أجيت لهون؟ وبعدين مين حضرتك؟ ليكي، بعرف إنك متوترة هلأ، عم تقولي لحالك من وين طلع لي هالرجال. بصراحة معك حق، بس ما في داعي تخافي بنوب. أنا بعرف فرهاد كتير وعن قريب. تعرف فرهاد؟ إيه، أنت عندك ابن مثل الأسد، شريف وشجاع ورجل مثل كل الرجال. بس مع هيك أنا ما بعرفك. ليكي، أعطيني فرصة خليني أذكرك. بس مو حلو نضل قاعدين هون بين الرايح والجاي، خلينا نروح من هون. إذا كنتي حابة رح نحكي بشكل مطول، رح نشرح ونسمع لبعض أنا وياك. لا تأكلي هم، أنا بوعدك إنه من اليوم ورايح ما رح تنزل دمعة من عيونك. يلا بترجاكي. هذا بيتي، يعني المتواضع، بطل على النهر. تفضلي لحتى أعرفك على بنتي. أهلا وسهلا بنتي إيهان، هي بتكون أم فرهاد ويجيت المدام يتار. الحقيقة شفتها بعرس نامق كمان. شرفت مدام. وأنا كمان. إيهان بتكون محامية يجيت بنفس الوقت. عن جد؟ بتعرفوا يجيت كمان؟ إيه بعرفه. بنتي حضرينا شاي لو سمحتي، خلينا نشرب شاي مشان نرجع لوعينا شوي. يلا تفضلي.